من غير نورات ان شاء الله حياتكم في امن وامان باذن الرحمن. بالنسبه لا في اي بي 4 يعني صيغه النخبه اللي غتفتح ان شاء الله في 15 سبتمبر، توصلنا بعدد كافي لحد الان بالناس اللي غينخرطوا باذن الرحمن. ان شاء الله عفاكم. تاكدوا بان الدوسي ديالكم كامل، فيه كل شيء، فيه سميتكم، كنيتكم، البلد، العنوان، التليفون، الايميل، واش عندكم دورات تقريبا بثلاثه تقريبا، حيت كنقول من الاحسن يكونوا عندكم جوج، ولا كانوا عندكم ثلاثه احسن. اوكي، لكن تاكدوا بانكم ملي غتدخلوا معنا خصكم تاخذوا الثالثه. اللي غيدخل في بي 4 ملي غيتقيد فيها معنا ويتقبل خصو ياخذ الثالثه اوبليجي باش يخدم عليها. اوكي، طريقه الفرز في الفي بي 4 اولا في النخبه كي كان فرز انايا، حاطه بحال دي بوان كنمشي عليهم. عندي الكوطه ديالي ديال الناس الخارج، وعندي الكوطه ديالي الناس المغرب، لان الناس المغرب ما شاء الله عندي كتار بزاف. اوكي،